يحكم في المدارس وحنا يا في الشوارع اولادكم في المدارس وحنا يا في الشوارع احنا من خلال هذه الوقفة اللي وقفناها اليوم بنا نحاول ما امكن نوصلوا الرسالة للمسؤولين. واش هذه الحكومة ما فيهاش شي واحد ولو اليس فيكم رجل رشيد؟ اولادنا كيضيعوا، اولادنا في الزناقي، داز دورة كل كاملة بلا ما يقراوا، الدراري غاديين جايين، اولادنا تشردوا في الزناقي، اليس فيكم رجل رشيد؟ هاد الشيء راه حشومه، هاد الشيء راه عيب، وهاد الشيء راه عار. حنا راه ولادنا راه ضايعين، الموسم الدراسي تقريبا الثلث ديالو مشى ما شفنا والو، الحكومه غائبه، ما دارت الحوار مع الاساتذه، ما حنا ضايعين، ولادنا راه مكرفصين، غاديين جايين، اليوم اضراب غدا قرايه، اليوم اضراب غدا قرايه، هاد الشيء راه ماشي معقول. الله يجازيكم بخير، تناش المسؤولين من هذا المنبر، من هذا المنبر انهم يحاولوا يلقاو لينا حل لوليداتنا. حنا راه وليداتنا راه كيضيعوا قدام عينينا. واش حنايا الى متى غادي نبقاو صابرين؟ صابرين على واحد العدد ديال المسائل، صابرين على واحد العدد ديال المسائل ما تنهضروش فيهم. الا التعليم، بغيتو تضربونا في التعليم، راه ما يمكنش، اه ما يمكنش، اه التعليم هو كل شيء، التعليم به تزيد الامام، وانتم بغيتو تجيو حتى التعليم بغيتو تضربونا فيه. صبرنا على غلاء الاسعار، صبرنا على كل شيء، ولكن نوقفوا ونبقاو تنشوفوا في الفلاتات ديال الاكباد ديالنا كيضيعوا لينا هكا، راه حشومه. الناس اللي لاباس عليهم راه ولادهم راه تيخراو، ما مسوقينش لينا نهائيا. بالمقارنه حنايا راه ولادنا راه ضايعين، راه ولاد المساكين، راه الاغلبيه الساحقه، راه 90% ديال الاولاد المغاربه كلهم تيقراو في المدارس العموميه. واش نتوما اشنا هو الهدف ديالكم من هذا الشيء ديال شد الحبل بين الاساتذه والوزاره؟ علاش ما يلقاوش لهم الحل؟ علاش؟ حنا كاباء وكامهات حنا مع الاستاذ يطالب بحقيه، حنت راه الا تهليتو في الاستاذ غيتهلى لنا في وليداتنا. دابا حنايا حاليا راه الحاله النفسيه ديالنا مزريه، يعني مكرفصين، ولادنا مكرفصين، ما قارين ما والو. دابا تقريبا راه الدوره الثانيه راه قربت تسالي ومازال ما كاين والو. اتقوا الله، الله يجازيكم بخير المسؤولين، اتقوا الله في هاد الوليدات هادو. شوف هاد الوليدات كلهم راه ضايعين، وهذا غير نموذج صغير، هذا نموذج صغير، عندنا 900 تلميذ كلها هي هنايا ضايعه. اتقوا الله في هاد الوليدات، اتقوا الله في هاد الوليدات، ديروا بحساب، ديروا بحال ولادكم، مع انه كون كانوا ولادكم غتكونوا درتوا كثار من هكا وقفتوا وقديتوا الامور، ولكن حنتوا ولاد الشعب ما كانش اللي تسوق لهم. حشومه عليكم، حشومه عليكم. تنتمنى ان الرساله توصل للمسؤولين، تنتمنى ان الرساله ديالنا توصل للمسؤولين، يحاولوا ما امكن يلقاو لنا حل. هذا الشيء راه ماشي معقول. نتمنى من الله انكم تديروا عقلكم وتكونوا مع ولاد الشعب، حيت هاد ولاد الشعب، هاد ولاد الشعب هما اللي حطوكم، اللي وصلوكم للمناصب ديالكم، هما اللي وصلوكم للمناصب ديالكم، هما اللي يفتحوا لكم المجال باش تديروا فيهم هاد الحاله. حنا ما طلعناكمش باش تديروا فينا هاد الحاله، تخليو لنا ولادنا في الزناقي وولادكم يبداو يقراو. هاد الشيء راه ماشي معقول. عفاكم، بغينا وليداتنا يرجعوا للمدارس. انا كناشد من صاحب الجلاله ان هاد الحكومه فقدنا فيها الامل، هاد الحكومه تاعت الحاضر الغائب. تناشد من صاحب الجلاله يتدخل في هاد المعضله، يرجعوا وليداتنا للمدارس. هاد الشيء راه ماشي معقول. واش لهالدرجه هاد الحكومه ما همهاش مستقبل وليداتنا؟ واش حنا تيعلو على الاضراب؟ كنروحو كنخمو حنا وليداتنا، يعني لا ما كاينش اللي تيحرك ساكن، لا في التلفازه لا في وسائل الاعلام، يعني ما همهمش الامر، وكانه لا شيء، ما كاين والو. واش هالدرجه ما تهمكمش مستقبل وليداتنا؟ انا كما قلت لكم هاد الحكومه فقدت فيها الامل. كناشد من صاحب الجلاله يتدخل كما عودنا، تيدخل في اي مشكله يلقى لنا الحل، الله يجازيه بخير، لانه لا يعقل. العام نص والوليدات لا شيء والو، الضفاتير فارغين. تتقولي سير تقرا، تيقول لك ماما اش بغيت نقرا؟ والو الضفاتير باقي فارغين، الدروس والو.
علاش نقولوا على التلاميذ تاع المستوى الاول؟ هادو كون خليناهم في الروض تكون احسن. راه صافي مساكن ما بقاو عاقلين على والو، داك الشوي اللي اكتسبوا في الروض مشى عند الله. الوزاره كنعرفهم تيقريو ولادهم في المدارس الخصوصيه، في المدارس بريفي، ولادنا في الشوارع. اصلا التعليم في المغرب منحط بهذا المعنى، واخا معنى مجازي وانما هو منحط. وانتم كتقولوا اصلاح التعليم، فين هو اصلاح التعليم؟ بغيت غير نقول لوزير التربيه الوطنيه، فين هو اصلاح التعليم؟ شكون اللي وصلك للمنصب ديالك باش تكون وزير التربيه الوطنيه بدون المعلم والاستاذ؟ المعلم والاستاذ الحقوق ديالهم خصها تعطي لهم، لان الا ما كانوش الحقوق عند الاستاذ ما يمكنش يقري اجيال طالعه، هذا مستحيل. الله يجازيكم بخير وزاره التربيه الوطنيه ورئيس الحكومه، تنطلبوا منكم ديروا حل لهاد الوليدات، وليدات الشعب. الشعب طعنتو في جميع المجالات، صبرنا ما هدرناش في غلاء الاسعار، في جميع المجالات، ولكن حتى انكم تقيسوا التلميذ والمستقبل ديال البلاد هذا لا يعقل. يعني حنا على مشارف نهايه الدوره الاولى، لا دروس في الدفاتر، لا امتحانات، لا والو. والناس اللي عندهم السنوات الاجهاديه السادس ابتدائي والبكالوريا، انا عندي ولدي في اولى باك، يعني كيفاش هذا التلميذ غادي تحط له الوطني او الجهوي وغادي يعطيك نتيجه؟ هذا لا يعقل. رئيس الحكومه او وزير التعليم، تنطلبوا منك دير حل لهاد الوليدات. الله يجازيكم بخير.